السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال جميعكم. بتمنى من كل حبايبي اللي بيتابعوني على القناة وبيتفرجوا على الفيديوهات بتاعي ان هم يعملوا لي لايك ويشيروا القناة مع اصحابهم ويحطوا لي كومنت جميل كده زيه. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض صينية البطاطس التحفة الجميلة دي بطريقة سريعة طبعا جدا وسهلة، وكل الحاجات المتوفرة في البيت ومش هتاخد مننا وقت خالص. تعالوا نشوف عملناها ازاي ونشوف المكونات والمقادير. تعالوا نشوف معانا مقادير صينية البطاطس بالفراخ. اول حاجة انا معايا هنا الفراخ، انا مقطعاها قطع، كل ربع مقطعاها هي جزئين اهوت، ومشرحة الدبوس ومشرحة كل حاجة هنا. انا جايبة قطع فراخ يعني ايه، انا بربيها وبنضفها وبقسمها على حسب ما احنا عاوزين، وبقطع كل جزء كده ايه كذا قطعة. يعني معايا هنا في الكبة بصلاية كبيرة وطماطميتين وقرن فلفل، انا ايه فرمهم كلهم ناعم في الكبة. هحط الحاجات دي كده على بعضها. بالشكل ده كده. ومعايا هنا التوابل، عبارة عن ايه، عن معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة بهارات، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة بابريكا لو عايزين نشطة حطهم، ومعلقة صغيرة او نص معلقة كبابة صيني مطحون. هنحط برضو الحاجات دي كده كلها. الحاجات دي كلها هعجنها مع بعض على الفراخ واتبل بيها الفراخ. طب والملح؟ لا انا بحط الملح في الاخر خالص. بالشكل ده كده، وبدخل التتبيلة دي في القطع اللي انا مقطعاها في كل مكان. ومعايا هنا صينية البطاطس، البطاطس دي اللي احنا كنا فرزناها قبل كده، وهي كانت محطوطة في، هتلاقوا برضو هنزلكوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف ان شاء الله. انا طلعتها من الفريزر وهي فكت اهي، احطها في الصينية وهحط عليها الفراخ على طول. الجزء اللي انا هتبله بالتتبيلة هحطه عليها على طول. كله يشرب من التتبيلة كده، وهنحط تحت الجلد كمان. ممكن تعملوها بأي حاجة عندكم، ممكن بلحمة برضو. بالشكل ده كده اهو، ونحط في الحتت اللي احنا مقطعينها دي، بيبقى طعمها جميل جدا وبتبقى ريحتها روعة في نفس الوقت مغذية. والتتبيلة اللي هتفيض دي هنحطها برضو على الايه، على الوش كده. معايا هنا طبعا الصلصة اللي احنا برضو بنبقى مفرزينها في الفريزر، برضو عملناها قبل كده، هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. هحط معلقتين ثلاثة كده صلصة، وهنولع عليها. هتاخد كام غلوة كده ايه على البوتاجاز من فوق الاول، وهنحط معاها حوالي كوبايتين ميه سخنه. هنسيبها تغلي شويه لحد ما نحس ان الفراخ استوت شويه. طبعا بعد ما نخلص هنغسل البوتاجاز وهنلم الليله دي كلها. هسيبها تستوي شويه وبعد شويه هرجع لكم.
ورجعنا تاني يا حبايبي بعد ما صينية البطاطس استوت اهيت على البوتاجاز من فوق. طبعا انا ولعت الفرن وهاخدها احطها تحت الشواية على طول كده، ايه اوتوماتيك يعني، مش هناخد وقت كتير في الفرن وكلام من ده. انا ما بحبش لما بكون مستعجلة على الاكل، ما بعملش الاكل في الفرن من اول المرحلة بتاعه، يعني بحطه على البوتاجاز وهو يعيش حياته على البوتاجاز ويستوي، وبعدين ادخلها تحت الشوايه تاخد وش كده ولون من تحت. طبعا الفراخ استوت على الاخر اهي خالص، وحطيت الملح في المرحله دي رشيت بس رشه بسيطه كده، لان ايه يعني احنا مش بنحبها متحدقه قوي. والبطاطس طبعا مستويه زي الزبده. في المرحله دي بقى هطفي وهحطها ايه تحت الشواية على طول. لما تتحمر هوريكم الشكل النهائي، استنوا. ورجعنا تاني يا حبايبي بعد ما صينية البطاطس خرجت من الفرن اهي، مش قادرة اقول لكم الريحة تحفة 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 تحفة، وطعمها يجنن، والبطاطس مستوية على الاخر زي الزبدة، والفراخ طرية جدا. عاوزة اقول يا جماعة ان اكيد طبعا كل الناس بتعرف تعمل صينية البطاطس، وان هي يعني مش قصة او حاجة صعبة او كده، بس انا طبعا بقدم الطريقة بطريقة سهلة وسريعة، بحيث لو في مثلا بنوتات عاوزة تدخل المطبخ تعمل اكل او تساعد مامتها، او في مثلا عرايس لسه متجوزه جديده او كده تعرف تعمل اكل، او ان هي تقدر تساعد امهاتها بطريقه سهله وبسيطه وما تتعقدش من دخول المطبخ. وهي ديت كانت الحلقه بتاعت النهارده او الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون ان هو ينال اعجابكم، وما تنسونيش يا جماعه من اللايك والشير لاصحابكم عشان القناه تكبر والتفاعل يزداد، وما تنسونوش من صالح دعائكم. مع